منها وغلاتها وخيراتها منا، هالأرض منا ودمنا منها وغلاتها وخيراتها منا، إيماننا بالحب كونها لما إله الخير كوننا. الحب صورة مصغرة عنا والعزم صورة مصغرة عنا، شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا اتمرنا. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا، صباح جديد بنطلع عليكم، ان شاء الله يكون بيحمل الخير والسلام لكل السوريين. نوجه تحيتنا بالبدايه اكيد لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب بهمتكم، ان شاء الله بنستعيد ادلب قريبا. بدي اوجه تحيتي كمان لزميلتنا وفاء شبروني، بدي اقول الحمد لله على سلامتك والله يحميكي، وان شاء الله هيك ترجعي لنا بتألق دائما مراسلة الار تي في سوريا. اكيد يسعد صباحك يا نور، صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه، واكيد بدنا نقول الحمد لله على سلامه يعني وفاء. امبارح طمنونا عليها وكان مراسلنا ربيع ديبه متواجد بمشفى حما، وان شاء الله يا رب بتمام الخير والسلامه، وقريبا بنرجع بنشوفها على الشاشه. تعودنا على وفاء من لما كانت زميلتنا بالاخباريه السوريه انه هي متواجده على الخطوط الاولى مع الجيش العربي السوري، ان شاء الله هيك ترجع لنا بقوه، وبنقول لها الحمد لله على سلامتك وناطرينا اكيد. اكيد ناطرينا، وتحيتنا دائما لابطال وحراس وصناع الامان على الارض السوريه، ابطال الجيش العربي السوري. دائما بنبدا صباحنا وبنختم صباحنا بتحيه لكم، لانه انتم صمام الامان لسوريا وانتم بفضلكم احنا موجودين. تحيتنا كمان لكل مين قرر يبدا صباحه معنا، يا رب نقدر نرسم الابتسامة على وجوهكم، نقدم معلومة مفيدة ونكون ضيوف لطاف على صباحكم. حضروا فنجان القهوة وخلينا نبدأ صباحنا لليوم. وأولى محطاتنا لوين؟ اليوم أولى محطاتنا بنروح برحلة ببداية صباحنا لليوم من قلعة بتتوضع بين جبال كعش النسر كما يقال عنا، قلعة المناقة التي تقع عند الحد الفاصل بين جبال اللاذقية وطرطوس، تاريخ عريق وسط سحر الطبيعة. معلومات بنعرف عنا بالمادة التالية. قلعة المينقة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لريف مدينة جبلة في قرية وادي القلعة، وتبعد عن مركز المدينة بمسافة تزيد عن 35 كيلومتر، وتتمركز على قمة جبل إطلالته ساحرة وتشغل منه مساحة تقدر بحوالي 10,000 متر مربع. القلعة تعود للحقبة الرومانية وكانت تعرف بحصن المالجانس. تأخذ القلعة شكلاً متطاولاً غير هندسي، ما هو إلا نتيجة بناء السور بهندسة رائعة متناغمة مع الطبيعة، حيث أنه يتماشى مع الحواف الصخرية للهضبة وبانسجام كبير. ترتفع الهضبة الصخرية التي تم بناء القلعة عليها من الجهة الجنوبية أكثر من الشمالية، لذلك تم اعتماد تعدد الطوابق في الشمال والشمال الشرقي وتركيز معظم فعاليات القلعة في المنطقة الممتدة بين الخندق وبداية بروز المستوى الأعلى للهضبة الصخرية. سور القلعة هو سور عملاق لا يخلو من الأبراج، وما زال محافظاً على بعض أجزائه حتى يومنا هذا، كما أن القلعة لا تزال تحتفظ ببعض الأقبية، اكتشف منها 6 أقبية تأخذ شكلا مستطيلا وهي مستخدمة لعدة أغراض. قلعة المينقة لا تزال تتربع على قمة وادي القلع كعش نسر يطل على الأودية الخضراء الممتدة أمامها.
يعني قدرنا نشوف فعلا قلعة مميزة، وكل مكان بسوريا موجود فيه تاريخ وحضارة وجمال خلاب. أكيد سلمى، وعم نحاول خلال فترتنا الصباحية بصباحنا غير نسلط الضوء على المناطق يمكن كثير من الناس ما بتعرفها، بتتفاجأ أنه موجودة بسوريا مناطق سياحية جدا جميلة، بندعو الجميع أنه يروح ويستكشفها. أكيد المرة الجاية إذا سافرنا سوا على اللاذقية بنطلع نزورة إذا أخذنا إجازة. إذا أخذنا إجازة إذا أخذنا نطلع أو إذا طلعنا شغل بنروح بنزورة. نعم العصر. خلينا نرجع سوا للتاريخ ونقلب بروزنامتو ونشوف تاريخ 30 كانون الثاني يلي بيصادف اليوم، وهو أيضا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة تبنتها ونظمتها الأمم المتحدة. بهذا اليوم تنظم العديد من الأنشطة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الأرض. معلومات أكثر بنتابعها بالمادة التالية. هي مناسبة تتبناها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا. عادة يتم الاحتفال به في 29 من كانون الثاني من كل عام للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين. نظمت نشاطات تذكارية خاصة من قبل شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. رفض العرب الفلسطينيون قرار التقسيم لأنه يعطي جزءاً من وطنهم التاريخي لمجموعة مهاجرة قادمة بشكل أساسي من الغرب هروباً من الحروب الأوروبية والاضطهاد، وعكس ذلك لم يكن ممكناً، ففلسطين كباقي دول المنطقة كانت جزءاً من الدولة العثمانية، ولا شيء يبرر بنظر الفلسطينيين التنازل عن أي جزء منها. أكيد سلمى، فلسطين عربية وستبقى عربية رغم كل الضغوطات الدولية، رح تبقى قضيتنا هي القضية الفلسطينية، فتحية لشعبنا الفلسطيني المناضل بالأراضي المحتلة. بنرجع هلأ سوا مشاهدينا بالذاكرة لنتعرف على الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم بالمادة التالية. اليوم 30 كانون الثاني عبر الزمن وسنين، شهد هاليوم كثير من الأحداث يلي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1648 تم التوقيع على اتفاقية مونستر لإنهاء حرب 80 سنة بين هولندا وإسبانيا. وبعام 1948 تم اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين. وبعام 2013 كوريا الجنوبية تطلق صاروخ الحامل الأول نارو حامل قمر اصطناعي لأغراض بحثية. من الشخصيات يلي سجل تاريخ 30 كانون الثاني ولادتها بعام 1899 ماكس تيلر، وهو عالم بجنوب إفريقيا بعلم الأحياء وحاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1951. وبعام 1949 بيتر أغري، هو عالم أمريكي بعلم الأحياء حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 2003. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1951 فرديناند بورشي، وهو مخترع ألماني وأحد مؤسسي صناعة السيارات بألمانيا. وبعام 1991 جون باردن، وهو عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1956 وعام 1972. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 30 كانون الثاني. نهاركم سعيد.
رح نبدا مساحتنا الصباحيه من المساحه الطبيه وحاله الدوران او الدوخه يلي ممكن تصيب الاشخاص، وهون بيبدا القلق حول المسبب الرئيسي لهالدوران اللي بيفقد معه الجسم توازنه، لتكون مؤشرات الفحوصات الطبيه تشير الى مشاكل بالاذن، مما ايضا مشكلات ممكن ان توصل لهي الحالة من الدوران. شو العلاج؟ الأجوبة رح نتعرف عليها أكيد مع ضيفنا بالاستوديو الاختصاصي الدكتور حسام حديد رئيس الشعبة الأذنية في مشفى المواساة. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم، يعطيكم العافية، صباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك دكتور. مثل ما قالت زميلتي سلمى بالمقدمة، كثير بنسمع عن فقدان الوزن أو الدوخة له علاقة بالتهاب الأذن الوسطى وله علاقة بالتهابات الأذن، خلينا نحكي عنها بالبداية. يعطيكم العافية. أنا رح بلش الموضوع من مطرح ما حكيتي حضرتك على موضوع هو خطأ شائع كثير وبنسمعه من مرضانا، بنسمعه من زملائنا احيانا اللي يعني بالمجتمع، انه التهاب الاذن الوسطى هو سبب لحدوث الدوخه او حدوث الدوران، وهذا خطا شائع. نحن لما عم نحكي عن الاذن عم نحكي عن جهاز معقد بيتناول وظيفتين اساسيتين اللي هن السمع والتوازن. السمع والتوازن. الاذن تتالف من ثلاث اجزاء: الاذن الخارجيه، الاذن الوسطى، الاذن الداخليه. اذا عم نحكي عن وظيفه السمع فهي إلى جزء توصيلي بتقوم فيه الإذن الوسطى بشكل رئيسي، وجزء عصبي بتقوم فيه الإذن الداخلية. وإذا عم نحكي عن وظيفة التوازن فالمسؤول عنه بشكل مباشر هي الإذن الداخلية وليس الإذن الوسطى، تماما. فنحن هون لازم نفصل بين هالموضوعين هدول بشكل جيد وندقق بهالأساس هذا. ودائما الأطباء من خلال متابعتهم للمرضى وشرحهم لوضع للحالة المرضية بيفصلوا هالنقطة هي. نحن لما عم نحكي عن الدوار مثل ما تفضلتي حضرتك، أول شيء هو اسمه الدوار. الدوران يعني بيوافق الحالة أكثر، يمكن يشعر الواحد بالدوران. الدوار هو شعور بعدم اتزان أو عدم، يعني ممكن يشعر المريض أنه هو عم يدور أو الدنيا حواليه عم تدور. هذا الشعور كثير شيء شائع، شكوى شائعة بتجينا عند كثير من المرضى وبمختلف الأعمار. بس دائما هي الشكوى نحن لازم نفصلها ونحطها بمكانها الصحيح من ناحية إنذار الشكوى، لانه هذه الشكوى ممكن احيانا تكون لها علاقه بالاذن، ولكن في كثير من الاحيان ممكن يكون لها علاقه بالناحيه العصبيه بالدماغ. هي دائما بيربطوها مثلا انه هي الدوخه من ديوار دهليزي، انا ممكن معي بسبب يعني هي الشائع بشكل تماماً عام. تماما انت عم تسهلي لي مهمتي بالشرح، لانه عم تعطيني الاخطاء الشائعه اللي رح نقدر نتخلص منها ان شاء الله. بالدماغ، بالقلب احيانا، وحاله الضغط وحاله الاوعيه، إضافة لموضوع الإذن. فبالتالي نحن ما عم نتحدث بس عن موضوع الإذن بشكل رئيسي، في أعراض تانية ممكن تكون مرافقة أو مشاكل تانية ممكن تكون مرافقة وهي تؤدي لحدوث أعراض مشابهة. طيب هون كيف بينا نفصل دكتور؟ يعني عادة خلينا نقول الناس بالعموم ما بتروح لعند الطبيب إلا بعد ما تكون استشارت الطب الشعبي، شكوى يعني الدوار اللي هو حواليهم بالعموم. شكوى الدوار الحقيقي اللي 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 بيعاني منه المريض واللي بيسبب له مشكلة مهمة، ما بينتظر المريض لحتى يسأل جاره أو يسأل جارته أو يسأل حدا من قرايبينه، مباشرة بيتجه للاستشارة الطبية، لأنه هو شكوى مهمة وشكوى مخيفة للمريض، لأنه عم يشعر بعدم توازن صريح ومهم. فبالتالي الاستشارة الطبية هي اللي بتفصل هذا الشيء من خلال الفحص، من خلال القصة السريرية، خلال الأعراض المرافقة بنقدر نحط الحالة المرضية المهمة. طيب بس هن متشابهين بالأعراض؟ يعني مثلا تقريباً الدوار الدهليزي مع مؤشرات ثانية ممكن يكون في تشابه؟ موضوع الدوار الدهليزي بالتحديد هو مرض مرتبط بالإذن الداخلية وبالتحديد بالعصب الدهليزي، شيء اسمه التهاب العصب الدهليزي، وهو مرض حاد، يعني إصابة حادة تستمر عدة أيام، تصل أحيانا لثلاث أسابيع وتتراجع وتزول. فبالتالي هو ليس مرض مزمن، يعني الاصابه به لا تعني تكرار الاصابه بشكل دائم. نعم. هي شغله كمان كثير بنواجهها وكثير بيسالونا عنها. فبالتالي لا يعني تكرار الاصابه انه الاصابه انه رح يصير تتكرر، هي لا، هي صارت مره تعالجت طابت. الشكوى الرئيسيه اللي بيجي فيها المريض دائما هي شعور دوران، عدم قدره احيانا على التوازن اثناء المشي، غثيان، اقياء، احيانا بعض الحالات تترافق مع اعراض سمعيه. كل هالامور هي نحن بنبحث عنها لحتى خلينا نقول ننفي حالات مرضية خطيرة، ننفي حالات مرضية خطيرة حتى ضمن الإذن. يعني في بعض الحالات مثلا هي عبارة عن التهابات قيحية ضمن الإذن الداخلية، هي لازم نتصرف فيها بشكل سريع لحتى نضمن المحافظة على وظيفة السمع إضافة لوظيفة التوازن.
في بعض الحالات بالدراسة الكاملة الطبية ممكن نوصل لوجود مشاكل ورمية على مستوى العصب السمعي أو على مستوى الأذن الداخلية. في بعض الحالات ممكن تكون عبارة عن بدايات لتشكل خسرات أو تشكل جلطات ضمن الدماغ. بعض الحالات ممكن تكون عبارة عن مشاكل مثل ما قلنا قلبية، ممكن تكون بداية تشكل خسرات من القلب وعم تندفع باتجاه الدماغ. فهي الدراسة الكاملة من الناحية الطبية هي اللي بتحدد هالمشكلة وبتعطينا العلاج المناسب. بمعنى مو اي حبه بيعطينا اياها جارنا لمشكله الدوخه هي الحل، هو عاده المناسب بشخص يعني أحيانا. ممكن احيانا هيك حالات تتطور لمشاكل كثير خطيره. وبالتالي بندعو كل اهلنا انه اي شكوى من هالنوع مباشره للاستشاره الطبيه مشان يحافظوا على سلامتهم ويحافظوا على وظائف الجسم الصحيحه اللي هن السمع والتوازن من ناحيه الاذن، لانه ممكن كثير احيانا عرض مثل هاد اذا اهملناه نوصل لمرحلة من نوع من الدوار الدائم المستمر أو نوع من فقد السمع بالإذن، بإذن واحدة أو بالإذن. بس شو أسبابه؟ يعني خلينا عن المشاكل الصحية والأسباب تماماً توصل لهي الحالة، لأنه في كتير من العوارض مثل ما قلت يمكن كثير من الناس هي الثقافه عنا اياها بشكل كثير كبير، انه في عندي الم بالاذن بالراس، انه هذا الم طبيعي بيتركه وما بيوقف عنده. مجموعه عوارض يمكن اكيد بيتعرض الى، او مجموعه اسباب مشاكل صحيه نحكي عنها. نحن نفس الشكوى احيانا عند مرضى مختلفين بالعمر او بالسوابق المرضيه، كل شكوى عند شخص معين إلى اندفاع معين مننا أو تفاعل معين معه. يعني أنا تعاملي مع مريض ارتفاع ضغط غير مضبوط غير تعاملي مع شاب ما عنده أي مشاكل صحية، غير تعاملي مثلا مع مريض عنده مشاكل خسارات دموية متكررة. لما يكون بنقول ندق ناقص الخضر أنه ينتبهوا بهيك تماماً. يكون عندي أنا بعض تماماً. العوارض أو بعض تماماً. المشاكل الصحية اللي هي فعلا بمرق باتجاهها مرور كرام. بالنسبة للأسباب اللي طرحت اللي سألتيني عنها خاصة بموضوع الدوار، إذا عم نحكي بالمشاكل اللي بتجي من انواع الدوارات المرتبطه بالاذن الداخليه، الاسباب كثير منها هي بعض الاحيان اسباب مجهوله. يعني بعض الاحيان الاسباب مجهوله، نحن اذا درسنا اليه حدوث التوازن ضمن الاذن الداخليه رح نلاقي ان في اليه معقده لها علاقه باجسام معينه، لها علاقه بسوائل معينه، لها علاقه بجاذبيه الارض، بحركات الراس، فبالتالي احيانا بتكون اسباب غير واضحه، احيانا بتكون اسباب مع اخذ القصه من المريض بنعرف شو السبب. ممكن يكون انتان تنفسي بسيط من نوع الزكام الحاد ترك شويه اعراض ادت لالتهابات ادت لهالمشكله. ممكن يكون احيانا كمان هذا موضوع نفير أستاش بياخذنا لمحل ثاني. ممكن يكون احيانا رد على الراس، ممكن يكون احيانا وضعيه راس خاطئه، احيانا اثناء ممارسه نشاط معين مثل قراءه، كتابه، متابعه، ممكن ياثر على الاذن. عندنا كثير هلا اعراض بتجينا متابعه الموبايل بشكل وضعيه خاطئه كمان بتاثر على عضلات الرقبه، ممكن تؤدي لحدوث هيك اعراض. بعض الاحيان مثل ما قلت لك مشاكل مرضيه اكبر اللي هي الانتانات الجرثوميه اللي ممكن تصيب الاذن الداخليه او المشاكل الورميه. فبالتالي في عده اسباب وعده انواع من الدوارات لابد من تشخيصها ووضعها بمكانها المناسب. طيب دكتور، عم نحكي عن حالات متعدده وغالبا يعني اليوم الدوران او الديوار هو المؤشر الاساسي لخطوره هي الحالات المتعدده او المنعكس تماماً. اللي الشخص بحس انه انا صار بدي دكتور. طيب تبدا هي شو كيف بيتعالج كل شيء منها ان كان بما يخص الاذن الداخليه او تشخيص هي الحالات بيبدا مثل ما قلت لك من تشخيص بسيطه، يعني ممكن شويه توصيات للمريض مع شويه تطمين تنحل المشكلة خلال أيام حتى بدون علاج دوائي، مثلا مثل دوار عنا دوار الوضع السليم الانتيابي السليم، تمارين رياضية للمريض، شوية توصيات، تطمين، أحيانا علاجات بسيطة بس لتخفيف الحالة وتنتهي الحالة بشكل كامل. ممكن تشخيص أعلى شوي مثلا مثل بعض الدوارات المزمنة، في عنا دوار منيير اللي هو أحد الأمراض اللي بتصيب الإذن وبيشكل نوب بشكل متكررة، هذا كمان في له علاج ولكن هو حالة مزمنة ما في حل لها بشكل نهائي الا بمرحله معينه من تطور الحاله. بعض الحالات اللي بتظهر بشكل دوار كمان من التهاب العصب الدهليزي اللي حكينا عنه، هذا كمان في علاج دوائي احيانا بيصل للدخول للمشفى واعطاء سوائل وريديه واعطاء ادويه وريديه، بس في له مده معينه اللي هي بتصل تقريبا لحدود 3 اسابيع ولابد بعدها من انه يدخل مرحله الشفاء المريض. أشد منا مثل ما قلت لك في حالات بتدخل بموضوع إنتان التيه القيحي بنسميه أو إنتانات الإذن الداخلية الجرثومية، هي كمان لابد من التداخل بطريقة معينة.
فالمشعر الأساسي بهالقصة هو توقيت التداخل، عدم التأخر، يعني إنه ما نتأخر بهالشكوى ونتأخر بالاستشارة الطبية اللازمة، لأنه هذه الفترة اللي ممكن يكون في فترة ذهبية تساعد بالعلاج وتحافظ على وظيفة الإذن من إنه تدهور أكثر وأكثر. نعم. طيب دكتور حسام، أيمت فينا نقول إنه هيدا الالتهاب أو هي المشكلة الصحية داخل الأذن ممكن تأثر على السمع؟ تماما. هلا نحن من خلال استجوابنا للمريض دائما بنسال عن اعراض سمعيه. هي الاعراض السمعيه يعني غالبا عم نحكي عن نقص سمع، عن طنين احيانا او وشيش بالاذن، او عن مشكله مثلا بفهم بعض الكلمات اللي عم يسمعها من الاشخاص اللي حواليه. المريض موضوع السمع موضوع مهم كثير عند المريض، ودغري بيراجعنا فيه، يعني بيقول لي انه انا عم بشعر بهالشعور هذا. غالبا الحالات اللي المرضيه المهمه مثل اللي حكيناهم هلا بترافقوا باصابه سمعيه مع الاصابه التوازن، مع خلل التوازن، وبالتالي لابد من التداخل، وكثير من الحالات بتكون متراجعه ممكن انه تتحسن ويرجع لوضعه الطبيعي السمع. نعم. طيب دكتور، يعني حكينا شوي انه في بعض العلاجات هي بسيطه وما أنا بحاجة لعلاجات دوائية، ولكن في بعض الحالات اللي هي بيصير مثل ما قلت هذا المرض مستمر، يعني مثل الديوار الدهليزي وغيره، هي أمراض مستمرة لا يشفى منها المريض بفترة قصيرة. تمام. خلينا نحكي عن علاج مناسبة. تمام. خلينا نحكي عن هي الإصابات وبعض المحاذير، يعني حتى بالعلاج في أشخاص بياخذوا الدواء بيكون مثلا مكتوب لهم عيارات معينة ولفترة معينة، بيلتزموا اول فتره بعدين بينتهي الموضوع. هلا دائما نحن عندنا بموضوع الاذن الانتانات او الالتهابات اللي ممكن تصيب الطرق التنفسيه العلويه، الاصابات اللي ممكن تصيب بالعوم، تصيب الانف، الجيوب، كل هالامور هي اذا تطورت او تاخر علاجها ممكن ننتقل لموضوع الاختلاطات. الاختلاطات احدها هو اصابات الاذن الوسطى اللي ممكن تتطور بوقت من الاوقات. نعم. وتاخذنا باتجاه مشاكل مرضيه ما لنا يعني صعبه تدبيرها وعلاجها. اللي عم تحكي فيه حضرتك انه بعض الامراض ممكن تكون هي امراض مزمنه، تماما، ولكن هي تشخيصها مختلف. يعني مثل ما قلت لك داء منيير هو احد الامراض اللي بتسبب نوب من الدوار، ولكن هي نوب الدوار ممكن علاجها بوقت معين، ولا بد انه بتتكرر مع الوقت، والى علاج معين وتوصيات معينه للمريض. الاصابات العصب الدهليزي والتهابات العصب الدهليزي هي كمان اصابه حاده لابد انه تتعالج العلاج المناسب، ومع الوقت ما شرط انه ترجع تتكرر عند المريض. الامور اللي فيها توصيات مهمه للمريض دائما هي موضوع حركه الراس، الحركه بسرعه، مثلا في بعض المرضى متعودين انه يتحركوا حركات سريعه اثناء نشاطهم اليومي، هي الحركات السريعه بتحرض حدوث نواب الدوار مثل نواب دوار الوضع، فبالتالي الموضوع مثل ما قلت لك له تشعبات كثير، له امور كثيره. الشيء الاساسي فيه كتوصيات اللي حكيتي عنها انه نحن نوصي مريضنا اول شيء اي شكوى مرضيه على مستوى جهاز الاذن والانف والحنجره لابد من التداخل عليها بشكل سريع، ما نتاخر بالاستشاره الطبيه ان لزم، لانه هي ممكن تتطور لاصابات او اختلاطات اضافيه. الشيء الثاني، اذا لاحظنا حدوث اعراض من نوع الدوران او عدم التوازن او اختلال التوازن، مباشره نطلب الاستشاره الطبيه اللي بتساعدنا بنفي الاعراض او الامراض الاخرى مثل الامراض العصبيه والامراض القلبيه، وبنفس الوقت ممكن تداخل مباشره بحال وجود مشكله اذنيه من خلال العلاج المناسب او التوصيات المناسبه، بحيث ما نفقد وظيفه الاذن الاساسيه اللي هي السمع والتوازن. بالختام دكتور، يعني نحن عم نحاول يمكن نبسط للمشاهدين المشاكل الصحية بما يخص الأذن وكل شيء بيتعلق فيها علميا. خلينا بالختام لكل الأمهات اللي عم يشاهدونا، كثير بنسمع بالآونة الأخيرة في التهابات عند الأطفال بسبب البرد، بسبب الطقس، يمكن كمان بسبب التهاب حاد مع الطفل إن كان بالجيوب أو بالأنف بيؤدي كمان لالتهابات داخل الأذن. حفاظا على سلامة الأطفال، بالختام نصائح عامة لكل الأمهات. بتشكرك كثير على هالسؤال، يعني هلا الوقت المناسب تماما لحتى نحكي بهذا الموضوع، خاصة الشيء اللي شائع كثير عم ينحكى فيه. أنا هون ملاحظتي الأساسية في شغلتين ضروريات لازم نحكيهم. أول شيء الوقاية، وعلى مستوى الأطفال بالذات، لأنه الأطفال هن اللي عم يتواجدوا ضمن تجمعات المدارس، ضمن الصفوف المغلقة،
صعوبة السيطرة عليهم بموضوع التوصيات من ناحية غسل الأيدي، من ناحية استخدام المحارم الورقية، الأمور هي اللي هي أساسية اللي الكبار بشكل عادي بيضبطوها، ما بينقلوا إنتانات للمنازل. فبالتالي هي شغلة مهمة، التركيز على المدارس، على الصفوف، تهوية الصفوف، استخدام خلينا نقول المطهرات الكحولية اللي بتستخدم مثل الجل اللي بتساعد بتخفيف انتقال الجراثيم، كمان إضافة لذلك استخدام المحارم الورقية، عدم تغيير مكان التواجد من دافئ لبارد بشكل سريع، يكون في فترة انتقالية، هي بتساعد على المحافظة على مناعة الأجهزة الجهوية وتساعد على أنه ما يصير عنا عدوى بشكل سهل. الأمور الطبيعية اللي كلنا بنعرفها، أهلنا وأجدادنا كانوا دائما يوصونا فيها، اللي بتساعد على دعم مناعة الجسم، المشروبات الساخنة، الفواكه الموسم هلأ، الحمضيات، كل هاي أمور بتساعد، إضافة للتوصيات اللي حكينا عنها. الشغلة الثانية كمان حابب أكد عليها، أنه ننتبه لموضوع كل شيء عم ينحكى عن الفيروسات هلأ اللي ممكن تنتشر بهذا الوقت، أنه نحن دائما بهيك أمور بناخذ توصياتنا من الجهة الرسمية المخولة بالحديث عن هذا الموضوع، واللي هي وزارة الصحة أو المؤسسات التابعة لها اللي مسؤولة عن التعامل مع هاي الأمور. نعم. فبس يكون في شيء له علاقة بهذا الموضوع أكيد بناخذ معلوماتنا من هاي الجهات أكيد. الرسمية، لحتى ما يصير نوع من الخلل بهذا الموضوع. أكيد، يعني نصائح متعددة اليوم كنا فيها مع حضرتك. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور حسام حديد، رئيس الشعبة الأذنية بمشفى المواساة. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. أهلا وسهلا فيكم. أكيد نشكرك دكتور، بتمنى أكيد الصحة والسلامة لجميع مشاهدينا. أما هلأ سلمى بنروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية دائما بعد الفاصل. خبرنا الأول لليوم من دار الأسد للثقافة والفنون، أقيم حفل تكريم المطران المقاوم هيلاريون كابوجي ببداية وعرض فيلم توثيقي عن الدار، ثم ألقت المديرة الدار عفراء هدبة كلمة عن الكتاب الذي أصدرته دالمون الجديدة بعنوان ذكرياتي في السجن للباحث سركيس أبو زيد، بهدف الإضاءة على تجربة المطران كابوجي تجاه القضية الفلسطينية ومواقفه النضالية والمقاومة، لتكون تجربته خريطة طريق لكل من يتطلع لدعم الحرية بالكلمة النبيلة. تلاها عرض مادة فيلمية تحيط بمسيرة المطران الراحل وتوثق مآثره، وفي كلمة مسجلة أشارت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد إلى دور سوريا في مواجهة الصهاينة والإرهابيين التكفيريين والرجعيين، معتبرة أن المطران كابوجي قامة كبيرة لم يعرف فقط في فلسطين بل في كل العالم، وأصبح بطلا قوميا وعالميا. أما سلمى هلأ بننتقل لخبرنا التالي لليوم. من بين 80 فنان خضعوا لتجارب الأداء، وقع الاختيار على السوري سمعان فرزلي للقيام بالأداء الصوتي للنسخة العربية من سلسلة كتب هاري بوتر على أحد أكبر منصات الكتب المسموعة عالميا. والاطلاع على أكثر معنا عن هيدا الموضوع معنا عبر الهاتف الإعلامي سمعان فرزلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحا وألف مبروك. عم تسمعنا استاذ سمعان؟ معكم كثير منيح. صباح الخير. انا عم اسمعكم كثير منيح. صباح النور. الف مبروك. نعم استاذ سمعان، حضرتك معنا من المانيا، يسعد صباحك، الف مبروك لاختيارك لهالسلسله العالميه. الصوت واضح عند حضرتك؟ عم تسمعنا منيح؟ أنا عم بسمعك ونحن عم نسمعك منيح، يعني مو غريب على حضرتك. في فرق بس نعم؟ موضوع صوتك أو صوتك مو في فرق شوي بس في موضوع وصول الصوت، فمشان هيك من هي الكلمة بنتشاور. نعم. أوكي. نعم. يعني مو غريب عن حضرتك ابدا اختيارك لهالسلسلة العالمية ورخامة صوتك هالانجاز، يعني اليوم حضرتك شخصية مختلفة، يعني قدمت 130 عمل باجزاء 7 للسلسلة العربية وهلا رح تأديها، كيف عم بيكون هذا الشيء؟
تمام. أول شيء أنا بتشكركم لإلقاء الضوء على هذا الموضوع. هي فعلا كانت تظاهرة ثقافية جميلة جدا، وأهميتها تكمن في أنه ليس فقط في إطلاق هذا الجزء اللي هو التابع من هذه السلسلة العالمية، يعني طبعا المثيرة و يعني المحبوبة والتي لها رواج بين عدة أجيال من الناس، يعني سواء كان فتية أم كبار أم حتى أطفال. إنما الأهمية الكبرى تكمن بأنها أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته للكتاب، طبعا في دورته العادية والخمسين. هنا تكمن هذه الأهمية. الفعالية أيضا طبعا ألقت الضوء الكثير على يعني أهمية هذه السلسلة وأهمية هذا العمل. كان لي الشرف طبعا، وأنا سعيد جدا أنه تم اختياري من بين أكثر من 80 صوت لتأدية شخصيات لرواية هذا العمل، وتأدية شخصيات لرواية أكثر من 150 شخصية، حتى ليس فقط 130، لأكثر من 150 شخصية ومن هذه السلسلة قمت بأدائها بالإضافة طبعا إلى دور الراوي. يعني عم نحكي عن سلسلة مشهورة عالميا، هي الأشهر على مستوى العالم، لأي درجة اليوم بتحس حالك فعلا بين بنفس الوقت بتكون مسؤولية بالنسبة إليك وبنفس الوقت متحمس بخصوص هيدا الموضوع؟ يعني أنت بعتقد أمام خيارين اليوم، الكل سعيد بهي التجربة والكل ناطرة. تمام بالضبط. هلا انا طبعا مسؤوليه كثيره وعظيمه، لانه يعني السلسله كثير على مستوى عالي العالميه والشهره، صحيح. فكان لابد من انه نحمل، كان لابد من انه تحملنا عبء هذا الشيء، كان لابد من انه يحملنا عبء سواء انا كمؤدي او حتى كفريق عمل معي وعم يساعدني. طبعا مو لحالي، اشتغلت في فريق كبير جدا، سواء كان فنيين او يعني تقنيين او اداريين. طبعا في حاله ما بتزقف حتى لو كانت تحمل عصا سحريه هو بتقدر تعمل الشيء اللي بدها اياه، فكان فريق كثير هو اللي عم يشتغل معي وعم يساعدني بهذا الموضوع. طبعا كان الامر كثير صعب، لانه كان في شخصيات بالسلسله بتغيب وممكن ترجع تظهر باجزاء اخرى لاحقه، فاحيانا كنا ننسى مثلا كاركتر كنا ناكله. فعملنا مكتبة صوتية لحتى نرجع مثلا إذا في شخصية من الشخصيات غابت وعادت نتذكر بس كان الكاركتر أو الصوت، لأنه نحن بالنهاية بشر، يعني أنا من أجهزة كمبيوتر، ما ممكن الإنسان ينسى، والإنسان طبعا مجرد من لا ينسى. فكان هذا الشيء من ضمن المسؤوليات ومن ضمن الأعباء اللي كان لازم نفكر فيها ونتحملها لحتى نكون على قدر احترام كعاملين بهذا المجال للمتلقي يلي موجه له هذا المحتوى اللي هو العرض طبعا. نعم، يعني بدنا نشكرك استاذ سمعان فرزلي الاعلامي السوري لمشاركتك معنا والاضاءه على هذا الموضوع. كنت معنا من برلين، شكرا لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم، وانا بشرفكم على القاء الضوء على هذا الموضوع، وان شاء الله بنلتقي بالشام. اكيد بنلتقي بالاستوديو داخل صباحنا غير لما ترجع. شكراً. على سوريا، واكيد نحن سعيدين بهيدا الانجاز. دائما البصمه السوريه والتوقيع السوري لازم يكون له بصمه في جميع المجالات. شكرا كثير لك. اكيد شكرا لكم. شكرا. أما هلأ نور مكفيين بأخبارنا الثقافية، واستضافت قاعة محافظة دير الزور بحضور جماهيري لافت أولى عروض الفيلم الروائي الطويل دم النخيل للمخرج نجدة إسماعيل أنزور وإنتاج المؤسسة العامة للسينما. التفاصيل مع مراسلنا بدير الزور إبراهيم الضلالي. بحضور جماهيري لافت استضافت قاعة محافظة دير الزور أولى عروض الفيلم الروائي الطويل دم النخل للمخرج نجدة إسماعيل أنزور وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، والذي سيتواصل عرضه لعدة أيام في دير الزور التي غابت عنها عروض الأعمال السينمائية منذ أكثر من 10 سنوات. تم اليوم عرض
فيلم دم النخل للمخرج نجدة إسماعيل أنزور، وهو حقيقة تحفة ثقافية مفيدة جدا. تحدث الفيلم عن الإرهاب الداعشي في تدمير الثقافة. هذا الفيلم رأينا فيه اللي هو بطولات الجيش العربي السوري في دحر القوى التكفيرية الإرهابية الظلامية، ولاحظنا في هذا الفيلم الهجمة الشرسة على تاريخ هذا البلد، على الآثار، وذلك من خلال يعني استشهاد عالم الآثار الكبير والشهير خالد الأسعد. الفيلم روى قصة حياة عالم الآثار السوري خالد الأسعد حتى لحظة استشهاده، وما تعرضت له مدينة تدمر من خراب على يد إرهابي تنظيم داعش، مجسداً تضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري. هو فيلم يعني يحكي عن مرحلة سوداء ومشرقة بنفس الوقت، المرحلة اللي القوات الظلامية اللي هجمت على سوريا بحضاراتها وكافة أجزائها، والوقفة اللي وقفها الشعب السوري إلى جانب بعضه، وشفنا التآخي بين كل المواطنين السوريين من مختلف المناطق بهذا الفيلم. حكى عن الانتصار اللي حققه الجيش العربي السوري بتدمر، واللي أيضا احنا عشنا هاي الفرحة بدير الزور. يعني كان الفيلم شيق، ويعني انه نعرض بمدينة دير الزور. في جانبين بهذا الفيلم، هو الجانب الأسود اللي يمثل الإرهاب الدواعش اللي كانوا يستهدفون أكثر شيء في ثقافتنا والآثار طبعا، والجانب الثاني هو الجانب الإيجابي والجانب الأبيض اللي هو بطولات جيشنا العربي السوري والملاحم اللي سطروها والتضحيات اللي قدموها أبنائنا من أجل الحفاظ على هاي الثقافة وهاي التراث والآثار. تفاصيل الفيلم تشبه إلى حد كبير ما عاشته محافظة دير الزور، التي شهدت أحداثاً مشابهة لما جسده أبطال العمل خلال فترة حصار داعش، الذي ارتكب الكثير من الجرائم قبل أن يتم سحقهم على يد رجال الجيش العربي السوري. أما هلأ سلمى بننتقل لخبرنا التالي. فقد استضافت صالة الكندي في مدينة اللاذقية افتتاح عروض الفيلم الروائي عزف منفرد بطولة فادي صبيح وأمل عرفة، تأليف وأخراج عبد اللطيف عبد الحميد. والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وحصل على جوائز دولية عدة، يعود بأحداثه لسنة 2013 ويضيء كما يقول عبد الحميد على نبل الإنسان السوري من خلال شخصية بطل الفيلم طلال، وجسد الفنان فادي صبيح الذي لم تسمح له أخلاقه بتجاهل مساعدة رجل ما بيعرفه في الوقت الذي يكابد أصلا بصعوبات الحياة المعيشية اليومية. سؤال، إذا وانتي ماشي بالطريق لقيتي حدا مرمي بالشارع، بتساعدي ولا ما بتساعدي؟ بصراحة لعم هذا لسه ما طلع من التواليت. مينا، شو بتعرف انك الوحيد اللي حبيته بعمري، وما تحبي حياتي حدا غيرك. انا هذا الزلمة ضارب على راسي وماني طايق وجوده بالبيت. طلال، عن جد بتحبني؟ أنا شايف هاد الزلمة صار عالي علينا وخطير. روي على أبوك قلب. أمشي. اجلو! شو في طلال؟ مصيبة يا سمسة. شو هي؟ أنا معك. لا تتوتر إلا ما نلاقي حل. وخبرنا الأخير، تقديراً لصاحب تجربة واسعة في الفن التشكيلي السوري ولمسيرة فنية امتدت أكثر من 40 عام اتسمت بالغنى والتنوع،
كرم رفاق الدرب الفنان التشكيلي نعيم شلاش من خلال معرض تشكيلي وندوة استضافها المركز الثقافي في أبو رمانة، وحملت الأعمال التي تنوعت أحجامها ومواضيعها وأساليبها لمسات 34 فنانا وفنانة عاصروا الفنان شلاش أو تتلمذوا على يديه. أما هلأ بنروح لفاصل صغير وبنتابع باقي فقرات صباحنا غير لليوم. نور، اختيار الألوان بالعموم بالديكور هو أحد العناصر الهامة اللي بتظهر عناصر الديكور والتصميم الداخلي بشكل رائع ومميز، لكن بحالات معينة ممكن يظهر اللون الوجه الآخر لتنسيق الألوان مع غياب شخص متخصص. أكيد سلمى، بتكون النتيجة ديكورات بألوان عشوائية، وفي كثير من الأحيان بتعكس على الحالة النفسية للأفراد المنزل أو حتى الموظفين في المكاتب وغيرها. بهي الحالة ما هي الألوان التي تصلح لكل غرفة، وكيف ممكن ننسق بشكل عام الألوان وتتناغم بالمنزل كلها مع بعضها؟ رح نتعرف أكثر على دائرة الألوان وكيفية استخدامها في اختيار ألوان ديكور المنزل بطريقة جميلة وصحيحة. كل هالمعلومات مع ضيفتنا المهندسة نور عيسى، تصميم ديكور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. يعني نور، خلينا نبدأ من عنصر الديكور بحد ذاته، اللون وأهميته. يعني دائما الألوان هي أساس بالديكور بأي مكان، خلينا نحكي عن هذا العنصر بشكل أكبر. هلأ أول شيء اللون كتير مهم بتأثيره على الديكور بعنا بالبيت إجمالا أو بالمكاتب مطاعم اللي هي، فلازم أول شيء الشخص وقت بده يعمل ديكور لأي شيء لازم يختار اللون صح، لأنه ممكن يأثر عليه. يعني مثلا ممكن الشخص يكون قاعد بده يعرف أنه هو متوتر بس مو عارفان ليش، وبسبب اختيار اللون خاطئ للفراغ اللي هو قاعد فيه. لهيك كتير ضروري الواحد يعرف لهيك كتير ضروري الواحد يعرف شو اللون اللي عم بيختاره، لأنه هو عم بيأثر على حالته النفسية بالمكان اللي رح يقعد فيه. كتير ضروري مهمة نور. يمكن الحالة النفسية دائما بتنعكس على المكان، إن كان الديكور. بنشوف كثير من الأشخاص مثلا ندخل لبيوتهم مثلا بتلاقي الألوان الغامقة، متوترين وما عرفانين ليه، ألوان غامقة أو ستايل معين، وفي تلاقي ألوان فاتحة. كل واحد يمكن بتعكس شخصيته هي الألوان. في معايير معينة ممكن نختارها للألوان المناسبة بالديكور المنزلي أو المكتبي؟ يعني في ألوان بنقول هي الأفضل وممكن كمان تعطينا طاقة إيجابية، فينا نقول. ايه طبعا، هلا اكيد في لكل حالة لازم الواحد يعرف شو يختار. يعني انا وقت بيجي الزبون لعندي اول شيء بقول له، بساله انه انت شو اللون اللي حابب تعمله مثلا بالصالون عندك، فلنفرض بيقول لي انه انا بدي هيك، لازم هو يعرف انه هاللون يا ترى بيتناسب مع الوضع اللي عنده بالصالون. يعني مثلا ممكن يختار لي اللون الاحمر، فهو رح يعمل له توتر بزيادة بقلب الغرفة، فلا انا بفضل انه يختار الوان هاديه ورايقه تخليه يكون رايق وهو عم بيقعد بالغرفه ومقضي فيها وقت. وطبعا بيختلف الالوان بين المكاتب والمطاعم البيوت وبكل شيء بتختلف، لانه حسب شو الجو اللي انت حابه تعطيه بقلب الغرفه اللي الواحد بده يقضي وقته فيها. اكيد. طيب بما انه حكينا انه بالعموم تاثير اللون بيختلف من مكان لمكان، خلينا نحكي اكثر عن المعايير وندخل بتفاصيل معايير اختيار الالوان بالاماكن مثل ما حكيتي. هلا مثل ما حكيت اول شيء انه اللون كثير بياثر على الغرفه اللي نحن هي، فلنفرض انا اجاني زبون وقلت له انا شو حابب تختار لون،
فلنفرض فتنا على صالون اول شيء، عنا لون رئيسي، انا بقول لهم لازم نحط لون رئيسي يكون هو تقريبا 60% من حجم الغرفه، يعني مثل اللون الابيض فلنفرض. بعدين بدنا نحط الفرش، بقول له خلينا ناخذ لون ثاني اللي هو بيكون عباره عن 30% بس، رح نقول رمادي. بعدين في عنا لون ثالث هو بيكون اللون ليدعم اللونين الثانيين بيكون نسبته 10%، فلنفرض حطينا مخدات لون نيلي لون اصفر يلي هو نحن بهي الحاله قدرنا نعمل مثل كونتراست بين الازرق النيلي اللي حطيناه، برزنا بنفس الوقت لون الرمادي اللي حطيناه والابيض بين جماليته اكثر، واهم شيء ما نكتر كثير بالالوان لانه بخليه يصير تشويش بالفراغ. فالواحد لازم يعرف شو يختار وقت بده ينقي، لانه كثير ممكن تاثر على حالته ويصير في تشويش، يعني ما بقى بيقدر الواحد يكون مرتاح وهو قاعد بالغرفة، فهي كتير ضروري. يمكن أشرتي لنقطة مهمة هي عدم التعدد بالألوان بالمكان الواحد. خلينا نمشي شوي شوي معك نور. الديكور المنزلي اللي عادة اللي بيتنوع ما بين مثلا صالون الضيافة، غرفة الجلوس، غرفة نوم الأهل، غرفة نوم الأطفال، خلينا نبلش يمكن زاوية زاوية أو غرفة غرفة من البيت طبعا. لأنه يمكن أغلب مثلا الأهل بيقعدوا بغرفة الجلوس، يعني هي غرفة القعدة اللي بنسميها بالعامية هي غرفة العيلة. هون بما أنه الكل بيقعد فيها، شو الألوان أو شو الديكور المناسب والبسيط حسب كمان الأوضاع المعيشية الملائمة اليوم للمواطن؟ هلأ رح نبلش بالصالون. الصالون أنا بفضل تكون ألوانه حيادية بين الأبيض الرمادي، يعني كتير ألوان أو الباستيل الفواتح كلها لتعطي جو رايق شوي، ما نفوت بالألوان الضايجة مثل الأحمر مثل الأورانج، يعني بتخلي الواحد يكون متوتر. بدنا شيء يعطي شوية يعني ألوان تخلي الواحد يحس بالراحة بالهدوء وهو قاعد. بفضل يكون كمان بالصالون يكون في نقطة هيك، يعني نحن أول ما نفوت على صالون دائما في هيك ابنة بتلفت نظرنا، أنا بفضل تكون هي منطقة التلفزيون، ممكن نحط وراها رخامتين، ممكن نحط وراها لون رمادي مثلا يلفت نظر، بس اهم شيء ما نعدد كثير بالالوان لانه بصير الواحد متشتت وهو قاعد بغرفه وما مرتاح. بالنسبه لغرف النوم ان كان اولاد او ان كان يعني بنات او شباب، كمان بفضل الالوان الرائقه اللي تخلي الواحد مرتاح. هلا الغالبيه بيختاروا لون الزهر للبنت، والغالبيه للصبيان كمان الازرق، مع انه هم ما بيعرفوا ليه، لانه ببساطه الزهر اول موف بيعطي شعور الراحه، واللون الأزرق بيعطي الهدوء، فالشخص بيحس حاله قاعد وهو مرتاح. إجمالاً ألوان الباستيل بتكون كثير منيحة لغرف النوم، بتخلي الواحد يكون قاعد مرتاح. طيب نور، بعض الأشخاص بيرغبوا بخلينا نقول بمجارات الموضة حتى بالديكور، أنا حابب يكون عندي قطعة مميزة، حابب يكون عندي لون مميز بغض النظر إذا كانت هي غرفة نوم أو غرفة جلوس، وبعد فترة بيصيروا بيفوتوا بأنه ما عاد مناسبني هذا الشيء، وهون بنصير بمشكلة التغيير والتعديل، وأحياناً في خامات كتير صعبة تتعدل إذا كان حجر أو غيره. خلينا نحكي عن هاي الأخطاء اللي هي مدمرة، بتأثر كتير لأنه تصليح الشيء بده يكلف أكتر من صنعه. خلينا نحكي عن الأخطاء بالديكور واستخدام الألوان. الأخطاء بالديكور هي يعني أنا أفضل دائماً مثل ما خبرتكم تكون الألوان حيادية، وقت بيحب الألوان الضايجة يحطها ممكن يحطها بمخدة، ممكن يحطها بسجادة، ممكن تكون سهل يتغير، ممكن تكون فاز فيها شوية ورد بيعطي هذا اللون وبيعطيه هو اللون اللي بده اياه، بنفس الوقت ما بيأثر على حالته النفسية، يعني ما يكون اللون الأكبر هو الطاغي عليه، يعني مثل لما بيحط أحمر الألوان الأحمر إجمالا بيزيد الدورة الدموية وبيزيد الشهية، فالواحد بضل جوعان. واللون الأورانج هو اللون إجمالا مستقطب، بيخلي الواحد يعني أكثر شيء هو اللون الأورانج العالم مو متفق عليه، عالم بتحبه وعالم ما بتحبه، فيضل على الألوان الحيادية. وإذا كان كثير مصر يحط بشغلات بسيطة سهل تغييره، يعني مو مثل الحجر. طيب خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة بديكور المنزلي اللي كتير من الناس بتوقع فيها، ومثل ما قلتي يمكن في كتير من الناس بتاخد ألوان مش مناسبة وحسب الموضة، يعني أحيانا ممكن تفوتي على بيت تلاقي كله أبيض مع أنه ما بتعرفي ليش، بتفوتي على بيت بتلاقي كله أخضر، يعني بتلاقي كله مثلا اللون المفضل مثلا للزوجة هو البني، فبتعمل البيت كله بني. هلأ هي كتير غلط كبير، لأنه ما فيها الواحد
يعني انا مثلا بقول انه بحب مثلا الازرق، بس انا ما فيني اروح اعمل كل الحيطان زرق اذا انا بيتي مساحته صغيره. يعني من اكثر الشغلات الغلط اللي عم بتصير هي بتكون مثلا مساحه الغرف كثير صغيره ما بتتناسب مع الالوان. يعني انا لما بكون عندي غرفه كثير صغيره وبحط فيها لون مثلا حيط احمر بصير بحسها صغيره وضيقه علي بزياده، او مثلا سقف واطي دهنته بلون غامق بصير بحسه واطي اكثر. فلا انا بفضل نبعد عن هالالوان ونستخدم الالوان الحياديه، لانه هي اول شيء بتعطي انشراح اكثر والسقف ببين اعلى. مره في حمام اجاني كان كله محطوط بني وغامق وهو اوريد صغير يعني، فكتير كان مبين صغير، غيرنا للابيض عطى مساحه اكبر. في شغله كمان ممكن نعملها بالبيوت الصغيره انه نحط مرايا، المرايا على الانعكاس كتير بتعطي مساحه اكبر وبتخدع الشخص فبيحس بجو اكبر. فنبعد عن الالوان الناريه خاصه بالمساحات الصغيره. وكمان في شغله انت قلتي انه كلها تكون الوان حياديه الغرفه، ايه لا ما حلو، اجباري بدنا نكحلها بشيء لنعمل الكونتراست اللي قلت لكم عليه اول شيء، انه ثلاث الوان مشان كل واحد يبرز لون الثاني اكثر بيطلع احلى. طيب نور، حكينا شوي عن البيت، خلينا ننتقل لديكورات المكاتب بالعموم، الاماكن العمل. اغلب المكاتب او اماكن العمل بتكون مساحات ضيقه او صغيره، والجلوس فيها لفترات طويلة بيعطينا انطباعات، ممكن نشعر بالملل، ممكن اللون بالعكس يكون محفز للعمل. خلينا نحكي عن الألوان واستثمارها، خلينا نقول استخراج طاقة عمل أكثر عند الناس. هلأ اللون هو بيعطي انطباع المكان، إن كان مطعم إن كان بيت أو مكتب. فالمكاتب أنا كمان بفضل اللون الحيادي مثلا أبيض بيجي، في عالم كتير بتحب اللون البيجي بمكاتبها، ممكن ندخل خشب سنديان زان بلون غامق منهم، هو بيكون عبارة عن تكحيلة للمكان خاصة إذا كان صغير. يعني نحن كل ما كترنا خشب كل ما ضيقنا الغرفة، يعني بتحسيها كتير صارت صغيرة وما أنا مريحة. بس انتي مع الفواتح بالمكاتب، لانه الثقافه العامه اغلب المكاتب بتلاقيها غوامق بني اسود، فبتحسي تدريجات حالك يعني بتحسي حالك بمكان زي ومكان انتي مثلا يعني هربانه مثلا من جو معين راجعه، نفس الاماكن بتشبه بعضها المكاتب والوانها نفسها واحده. انتي مع الالوان الفاتحه؟ انا مع الالوان الفاتحه، هي افضل لانه بتعطي انشراح اكثر، راحه للنفسيه. اذا كنا كثير بنحب الخشب ممكن ندخله بمثلا طاوله فيترين بنحط فيها كتب او شيء، يعني هي تكون عباره عن تكحيله ما تكون شيء اساسي. بعدين في شغله، الخشب بيعطي فخامه، واهم شيء مدير شركه او مكتب بحب اول انطباع يعطيه لزبونه وقت يجي هو انه يكون فخم المكتب. هلا اذا بنحكي كموظفين كمان الوان حياديه ليكون راحه نفسيه، ممكن نحط لهم الاخضر لانه الاخضر بيعطي راحه للعين، وممكن الازرق لانه الازرق هدوء وهيك، بعد عن الاحمر مثل ما قلت لكم بضل الموظف جوعان كل الوقت، والاورانج الاصفر، الاصفر شوي على سلام اكثر بيعطي هيك. اورانج في البعض بيقولوا انه بيعطي تحفيز، يعني انه ممكن هو بيعطي تحفيز بس بخليك انت متوتره ما عم تعرفي ليه. فهو لون قلت لك العالم مختلفه عليه، لسه ما عالم بتحبه عالم ما بتحبه. فلا انا بفضل تكون الالوان ممزوجه بطريقه صح متناسقه ومرنه بتناسب المكان اكثر ما انه بس نحط الوان غامقه وما كون عارفاني هالمكان صغير بيتناسب معه او لا. تماما. يعني يمكن اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتصير باختيار الالوان ممكن يكون مسببها اللي هو ضيق المساحه. تماما. انه نحن بنختار لون حابينه، هو لو انعمل بمساحه اكبر بيعطينا الايحاء الحلو، بس اذا عملناه بمكان صغير رح يعطينا نتيجه عكسيه. صح. خلينا نحكي عن اكثر الاخطاء الشائعه بما يخص الالوان بهذا الخصوص، بالمكاتب الاستخدامات اللي بتعطي يعني نتيجه عكسيه. هلا النتيجه العكسيه انه يكون المكان صغير ونحن نعطيه لون غامق، فهو كثير رح يبين ضابب ومظلم وهيك. اذا كان عندنا مساحه كثير كبيره واعطينا حيط منها لون غامق كتير بتعطي شعور حلو وفخامة، بس على شرط انه تكون المساحة كبيرة. الالوان كتير الواحد لازم يكون يعني يدرس اول شيء هي شو تأثيرها على النفسية تبع الشخص قبل ما يختارها للمكان اللي بده يحطها فيه، لانه عن جد كتير بتلعب دور وبتأثر على الشخص. يعني الاحمر ممكن يخليه كل وقت معصب هو مو عارفان ليه، ف ايه كتير ضروري. طيب بالختام نور، نصائح عامة لكل المقبلين هلأ
على الزواج وبدهم يختاروا بيتهم بعيدا مثلا عن المساحات الضيقه والواسعه، الالوان هي الانسب والافضل ممكن يختاروها. هلا الالوان الانسب صار لنا كذا سنه عم نتجه للالوان الحياديه، هي كثير موضه، الابيض الرمادي، ممكن نكحلها بالوان. هلا لون السنه هو اللون الازرق الغامق، لون سنه 2020، فممكن نحطه بمخدات، ممكن نحط فوتايتين نفس اللون، ومع الايام تغييرهم كثير سهل. يعني هي عباره عن مخدتين وفوتايتين كثرت، ما انه مثلا صرتي عم تدهني بالحيطان وهيك، ممكن نعمل لهم وش مثلا او شيء. تمام، يعني كثير شغله سهله، وهيك انت الصالون تبعك كثير ترندي للسنه وموضه. واهم شيء شغلات بسيطه هي نكحل فيها، ما نعتمد الطرش على كل الحيطان والفرش وهيك، يعني شغلات بتكفي اكيد. يعني نحن بدنا نتشكر وجودك معنا نور عيسى المتخصصه بتصميم الديكور. شكرا لك، شكرا للمعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. اكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، ودائما يمكن السيده نور الى لمسه سحريه، وخصوصا ربه المنزل السوريه الى لمسات سحريه بالمنزل. لما نوجه تحيه الى اكيد شكرا كثير لك. اما هلا سلمى بنروح لمعلومات نتعرف من خلالها على كثير من الاشياء ضروري ننتبه الى بحياتنا، فكثير بنقرا وبنسمع عن مدار الهاتف المحمول ومعلومات جديده بهالخصوص وغيرها من المعلومات بفقرة هل تعلم؟ معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بغرابة الأشياء ويمكن ترافتها. هل تعلم أنه بحسب دراسة طبية بأن النوم بجوار الهاتف المحمول في وضع التشغيل هو خطر للإصابة بسرطان المخ؟ وهل تعلم أن 85% من البشر قد يشعرون برغبة شديدة في الكلام مع شخص ما، لكنهم يمتنعون عن ذلك لأنهم ينتظرون المبادرة من هذا الشخص؟ وهل تعلم أن الأشخاص سريعي الغضب والعصبية هم أيضاً سريعي التأثر والعاطفة والحنان وعرضة للبكاء بسرعة في حياتهم اليومية؟ وهل تعلم أنه عندما يرن المنبه صباحاً وتقوم بإيقافه وتعود للنوم مرة أخرى فإن دماغك يدخل في دورة نوم جديدة؟ وهل تعلم أنه من مميزات المشي صباحاً على معدة فارغة أنه يحرق جميع الدهون التي لا تزال عالقة من وجبة العشاء، كما أنه ينشط الدورة الدموية وبشكل كبير؟ أخيراً، هل تعلم أن الاستحمام بالماء الساخن عند الاستيقاظ يزيد الشعور بالنعاس؟ لأن الحرارة تجعل العضلات تسترخي وتبطئ دقات القلب، لذا ينصح بحمام بارد. أما هلأ وبعد هاي المعلومات الغريبة رح نروح لاستوديوهات الإخبارية لنتعرف على آخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي معلا. يسعد صباحك علي. صباح الخير سلمى، وصباح الخير نور. مشاهدينا، موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. وسعت وحدة من الجيش مساحة عملياتها ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الغربي. وأكد مراسل الأخبارية أن وحدة من الجيش بدأت تمهيدا ناريا باتجاه الراشدين 4 المشرف على طريق عام حلب دمشق الدولي. هذا وبدأت وحدة الجيش عمليات تمشيط حي الراشدين 5 بعد تطهيره من الإرهابيين. المراسل أضاف أن وحدة من الجيش طهرت معراتها ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان أيضا من الإرهابيين غربي حلب. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بعض الدول تواصل تغليب قانون القوة على قوة القانون، وذلك لتحقيق أجندتها الخاصة متجاهلة أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.
شارك آلاف الفلسطينيين في مدن عدة بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر بمظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بما تسمى صفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني. وكالة مع ذكرت أن المشاركين رددوا خلال المظاهرات هتافات ترفض وتستنكر الصفقة المشؤومة، مؤكدين استمرار طريق النضال لمواجهتها وإسقاطها. أعلنت حركة أنصار الله اليمنية استهداف شركة أرامكو في جازان وأهداف حساسة بالعمق السعودي، وقالت إنها سيطرت على مناطق في مأرب والجوف ونهم، وذلك ردا على العدوان السعودي. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إنه ردا على التصعيد الجوي للعدوان. نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية استهدفت شركة أرامكو في جيزان ومطارات أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. نهاية الموجز، عودة الآن إلى سلمى ونور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بمحطات صباحنا غير. أكيد سلمى، بننتقل من عالم السياسة وعالم الموضة اللي بيهم كتير من السيدات. في موسم الخريف بيتم تجديد الشعر بشكل دوري، هو ما نطلق عليه بالعامية موسم الباذنجان، وهذا هنا بهالوقت بيتساقط الشعر بشكل كبير. وأيضا في الشتاء كثيرا كثير من الأشخاص بيعانوا من مشكلة تساقط الشعر، سواء بالشتاء أو بالصيف. رح نتعرف على أسباب أخرى لتساقط الشعر وما الحل بالمادة التالية. تعتبر مشكلة تساقط الشعر من المشاكل الأكثر سوءاً التي تصيب الرجل والمرأة على حد سواء، وبعيداً عما يعرف بموسم الباذنجان والذي يعتقد أنه خلال هذه الفترة من السنة يتجدد الشعر. هناك العديد من أسباب تساقط الشعر، أهمها الأسباب النفسية. يتعرض الشخص لضغوطات كبيرة في عمله ودراسته مما يؤثر فيه نفسياً ويشعره بالضغط النفسي والعصبية اللذين يجعلان الجسد منهك وبصيلات الشعر غير قادرة على النمو بشكل طبيعي. أسباب وراثية، قد يكون تساقط الشعر بسبب وراثي أو خلل موجود في الجينات وعلاجه يحتاج لتدخل طبي. أما الأسباب المرضية كالإصابة بأمراض الغدة الدرقية فيؤثر في إفراز الهرمونات في الجسم مما يؤثر على البصيلات، إضافة إلى الفطريات والبكتيريا التي تصيب فروة الرأس وتؤثر في نمو الشعر وتعمل على تساقطه. فترة المراهقة والتعامل العنيف مع الشعر، هنا تظهر تغييرات كبيرة في الجسم وتحدث تغييرات جسدية ونفسية تؤثر في الشعر، وقد يظهر ذلك بالتعامل العنيف مع الشعر وتمشيطه بطريقة غير صحيحة والقيام بتسريحات غريبة سواء للشباب أو الفتيات. طريقة التغذية وتناول الأدوية، تناول الطعام غير الصحي وغير المتوازن يقلل من كفاءة بصيلات الشعر، وتناول الأدوية بطريقة عشوائية يؤثر في النظام الغذائي ويؤثر في الشعر بشكل كامل. أما ما هي النصائح لمنع تساقط الشعر فنذكر منها: تناول الأطعمة المفيدة الغنية بالفيتامينات والحديد، وتتوفر في البرتقال، التوت، الليمون، الزنك، وهي مفيدة للشعر وتحتوي الأسماك على الزنك ومواد مفيدة للشعر. العناية الشخصية بالشعر وتجنب شد الشعر والعمليات التي تحتاج لشد الشعر والتعامل معه برفق وأسلوب لطيف والابتعاد عن المواد الكيميائية التي تضر فيه. استخدام المستحضرات الطبيعية والتي يصفها الطبيب مثل زيت الجرجير، زيت اللوز، وزيت الخروع، وزيت الخس والزيتون، وزيت الصبار. مواد طبيعية موجودة بين أيدينا وعناصر ضمن نظامنا الغذائي ممكن أن تكون الحل للشعر المتعب والمتساقط. النور، قد استفدنا من هاي النصائح عن جد؟ إيه، بس لازم نلتزم فيها.
هي يمكن الالتزام اوقات كثير صبايا ما بيلتزموا. يعني نوجه رساله لكل الكادر الفني المسؤول عن تسريحه شعرنا الالتزام بهي النصائح. مزبوط. رح نروح لفقرتنا التاليه. يمكن مهما كانت الظروف بتضل هي القطعه اللي بتحرص معظم الصبايا على انها تكون جزء من اطلالتها اليوميه، الاكسسوار يلي ممكن يغيب او حتى نلاقي صعوبه باختيار المناسب منه لاطلالتنا بفصل الشتاء مع بروده الطقس والقطع الكتيره اللي ممكن نلبسها بالتياب. كيف ممكن نختار شيء بيناسب الملابس الشتويه وشو ابرز الاختيارات الخاطئه؟ هذا الشيء رح نتعرف عليه مع ضيفتنا لليوم ساره عبود مصممه الاكسسوار. صباح الخير. صباح الخير، كيفك سلمى؟ تمام. صباح الخير. صباح يمكن الخير. سارة بالبداية سلمى أشارت لنقطة كتير مهمة، فصل الشتاء كل السيدات يعني بتلاقيها مكترة لبس، هي العامل الأساسي هو اللباس اللي بيكون دافئ ومريح، فما عندك هي المساحة الواسعة لأني حط إكسسوار مناسب لقطعة اللباس تتناسب بشكل عام مع حياتي اليومية. خلينا نحكي شو الإكسسوارات المناسبة بفصل الشتاء مع التياب الكتيرة إذا بدنا نقول. هلا غالبا بدها تكون قطع مثل ما قلتي مريحه، يعني انا بحيث لما احط الشال او البس اكثر من طبقه او الجاكيت ما يكون شيء بيعلق بيضايقني بتيابي او هيك. هلا بالنسبه للشتاء اكثر شيء معتمد على البروشات، يعني كثير بتضيف يعني بتعطي هيك لمسه حلوه للاطلاله، بتعطي حاله معينه يعني بتلفت نظر كمان جميل، لانه اغلبيه ثيابنا شوي بتكون مسكره قباتها او القبه العاليه، فما كثير عندنا مساحه انه نحط الطواق او هيك، فبنحاول البروشات شوي بتعطينا يعني هي المساحه نفسها، او الطواق الطويله كثير بنعتمدها بالشتاء، يعني غالبا ما استجي الشتويه هيك تحسي منطلع من دب الصيفي منطلع الشتوي كمان بالطواق، يعني غير منطلع الطواق الطويله لانه كمان يعني كمان بتعطي اريحيه وما بتلبكني. فينا نعتمد على الخواتم، يعني شوي كمان بالشتاء حتى الموضه بتروح للخواتم الكبيره، الخواتم والحلق بتحسي حالك بتستهلكي بالشتاء اكثر. بالشتاء اكثر شيء. تمام. هلا الحلق حسب المناسبه خلينا نقول او حسب المكان اللي رايحين له، بس غالبا بيكون حلق ناعم يعني خصوصي تحت الطواقي لنقول او فهيك ما يعلق مثلا بالسكارف او يعلق بالطاقيه. طيب ساره، هلا نحن عم نحكي عن الاكسسوار بالشتاء عموما، هلا انا عم بتفرج عليكي وانت عم تحكي، كثير صبايا بيقولوا ما فيني البس مثلا مثل هذا الطوق اللي انت لابستيه مع هي القبه، يا ترى بيلبق او ما بيلبق؟ فنحن شايفينه عليكي وحلو وشايفين في تشكيله من هذه الاطواق، خلينا نحكي شوي عنه. مزبوط هذا الشيء هيك الناعم نلبسه ولا لا لازم حصرا البس شيء قطعه كبيره بالشتاء او البس قطعه طويله؟ لا اكيد فينا نلبس شيء ناعم. هلا اذا بدي البس شيء ناعم لانه شوي القبه عاليه فيمكن قطعه واحده ما تبين او هيك تختفي خلينا نقول مع الشعر والسكارف وكذا، يعني انا بحب القطعتين، هن بالنهايه كانوا كثير موضه ولساتهم موضه، يعني الطبقات من الطواق صارت حاله ما عادت ترند، يعني صارت ستيتمنت انه صار هي يعني انت بتلبسيها وبتلبسيها كل صبيحه بيكون عندها هذا الستايل. تماما صارت ستايل لحاله. فهلا انا اليوم اخترت انه الطوقين سوا او بهدول القطع الطوقين انه يعني هيك بيضيفوا شيء معين انه هن ناعمين وبنفس الوقت ما لها قطعه واحده، يعني سوا مبينين يعني بهذا المبدا. يمكن اطواق متعدده وناعمه هي الحلو فيها، ما تكون معجقه لانه كمان الطوق الطويل مع القطع الموجوده فيه وتكوني لابسه كمان ثياب كثير بتحسي او مدركشه او شيء. أكيد. فخلينا نحكي عن هدول القطع لانه نحن معنا اكثر من نموذج، يعني في اطواق كثير ناعمه بس فيها كثير سناسل فينا نقول. تمام. هلا مثل ما قلت لك هن هدول اللايرد نيكلسز يعني كانوا موضه وصاروا حاله معينه، صاروا ستايل معين انه خلص حدا بيعتمدهم فبحسي ستايله هيك. هلا هن بالصيف يمكن شوي بيخدمونا اكثر انه بنكون اخذين راحتنا باللبس اكثر، بس بالشتاء كمان حلوين فوق التي شيرتس او حتى قميص مثلا قبته شوي مفتوحه بقدر استفيد منه انه يكون يعني بأكثر من طبقة. فيهم أفكار معينة بيعطوا، هلأ أكيد الألوان نحن بنختارها بالنهاية بس إنه هن مثل بيعطوا هيك يعني هيك بيساعدوني أكثر وقت باختيار الألوان وهيك. يعني هلأ
يمكن كثير صبايا اوقات بتفكر او بتحسبها قبل ما تلبس الحلق الطويل واللي فيه احجار، بتقول لحالها بيلبق لي ما بيلبق لي، لشو بيلبق. هلا اغلى، هلا مثلا انا لابسه بلوز قبايه عاليه، اغلبهم بيقولوا لازم مع هي القبايه لبس هيك حلق طويل، هذا الشيء صح ولا لا؟ وفي ناس بيقولوا لك لا البسي سلسال طويل هو احلى. طيب شو رايك انت اليوم كمصممه اكسسوارات؟ يعني هلا هو الحلق الكبير كمان ستيتمنت، يعني هو قطع على حاله كثير ظاهره، فالافضل انه ما يلتبس مع قبه عاليه. تماما، يعني هذا خطا. هذا خطا مع القبه العاليه، الاحلى او الارتب خلينا نقول يكون الحلق اللي على قد الاذن. ممتاز، يعني انا عامله شيء مناسب. انت بتاخذ علامه بيرفكت اليوم. وممكن انه يكون في معهم طق طويل خلينا نقول، ممكن مو طويل، يعني ممكن هذا الطول او اطول شويه، يعني ممكن يكون بس لهون مثلا تدمجي طقين ثلاثه سوا حتى لو على قبه عاليه، بس ما بتحطيهم الاثنين ثلاثه مع بعض حتى لو مو كثير طوال فعلا يعني بيعطوا هيك منظر حلو. واذا بدي البس مثلا طوق واحد فانه لا بفضل انه يكون طويل، يعني هيك بيطلع مع القبه العاليه بيعطي هيك غير ستايل. طيب خلينا نحكي عن الاحجار كمان الموجوده بالعقد او السناسل. طبعا. كمان الوان الاحجار بتلعب دور بتفاصيل السيده وبثيابها. هلا اكيد يعني هلا بالشتاء رحت شوي اكثر للاسود، الصدف الغامق، الابيض خلينا نقول، بس بالصيف يعني بنروح دغري اول شيء على الفيروزي، على الزمرد الاخضر، يعني الشغلات اللي بتلبق مع مثلا برونزاج الصيف او الوان الشعر بالصيف وهي. بس بالشتاء هيك شوي بتكون الوان رايقه اكثر، فيعني رحنا هلا هون للاحمر الاسود، كان الاحمر فتره الكريسماس يعني هيك كثير موضه تماما. اللولو كمان، وهي السنة كتير رجع اللولو موضة، يعني تحسي كل سيدة عندها بالبيت لولو، هي الموضة قطعة لولو، هي الموضة اللي بتحسيها موجودة في من الكلاسيكيات الاكسسوارات والثياب، بتحسيها وراثة من الأمهات. صح، أهم شيء اللولو تيتا وهيك. إنه أنا بتذكر تيتا مثلا بتحط كانت حلق لولو، أو ماما بتحب اللولو فبتضل ببالك إنه أنا بدي أجيب قطعة لولو خليها عندي. وحتى إذا بتعطيك إياها هذا كتير مهم بالنسبة لي، هدول كتير غالي. لا بس هي السنة فعلا رجع اللولو كثير موضة، يعني في صبايا بتقول لك انا عندي كثير طوال لولو من امي بس ما بلبسون لانه بحسه كباري. بس هو هي الشتوية يعني كثير من دور الازياء العالمية كثير كانوا حاطين بالفاشن شوز تبعهم لولو، يعني طبقات مو طوق مثلا، هو طوق على قد الرقبة بس لافف اربع خمس مرات، فهن كثير رجعوا لاستخدام اللولو بالاكسسوار هي السنه، فاللي عنده طوق لولو ياخذوا، اللي عند ماما هلا بناخذهم كلهم بس نرجع على البيت. طيب ساره، يعني خلينا نحكي هيك سريعا عن الاخطاء اللي عاده الاشخاص بيرتكبوها وخصوصا السيدات بالاكسسوارات بفصل الشتاء. تمام، هلا اكثر شيء يعني من الاخطاء اللي ما لازم نتجنبها، انه لما بيكون عندي بلبس مثلا حلق كبير مثل اللي هلا اخترتي، هذا لحاله مثل ما قلنا هو حاله، فما بصير انا البس معه طوق اكثر من طبقه حتى لو ابتي مفتوحه، يعني حتى لو ثيابي بتساعدني ما يعني انه ما ادمج. تمام، لما بدي اختار الطوق او الاكسسوار بشكل عام، مثلا اي حدا بحب انه يكون يختار قطعه هي هيك شيء انه غريب، فخلينا نعتبر قطعه واحده غريبه مو كل شيء مو كل القطعه غريبه. بس هي الموضه بتلاقي كثير من الناس بتجهد نحو الاكسسوارات الكثير، يعني بتلاقي كثير من الصبايا ما بيلبسوا خاتم، بيلبسوا اربع خمس خواتم. تمام. اربع خمس سناسل، في عجقه اكسسوار موضه هي السنه. تمام. يعني حتى بالشتاء عم نتفاجئ، كانت بالصيف لا، عم تلاقي ضمن الشتوي ومع هالقصص كلها عجقه الاكسسوارات هي موضه. هي تمام هي موضة، بس احيانا بيكون في قطعة واحدة انت من اللي مختارتيهم هي لحالها حالة، فانه يعني ما فيني البس مثلا طوق كبير وحلق كبير مثل ما قلنا، او حتى اذا بدي احط اكثر من خاتم سوا، فانا ممكن اختار نواعم مع بعض وحط اثنين كبار، بس مثلا خمسة كبار بايد واحدة بصير كثير يعني. طبعا مش تمام. هيك يعني. ونفس الوقت انه بدنا مثلا شكل الاصابع، شكل الشعر بالنسبة للحلق، مساحة الرقبة، ستايل البنت اذا طويلة ناعمة كمان. تمام. بيلعب دور. تمام، فهدول من الشغلات اللي يعني الصبية لازم تاخذهم
تاخذهم بعين الاعتبار قبل ما تنقي القطع اللي بدها تلبسهم. اكيد. احنا اليوم هيك اخذنا فكره شوي عن بعض الاكسسوارات الحلوه اللي بتناسب الشتي، واكيد بعض النصائح بما يخص كل بنت. بدنا نشكر وجودك معنا ساره عبود وعلى كل المعلومات الحلوه اللي بتعطينا اياها كمان. ميرسي كثير لكم وصباح الخير. بدي اتشكرك اكيد ساره عبود مصممه الاكسسوار على وجودك معنا، شكرا كثير لك. ميرسي كثير لكم. سلمى، مع عالم الجمال والموضة اللي بيهم السيدات بشكل كتير كبير بكل الظروف يعني صح. رحلتنا الصباحية بتكون وصلت للختام. دائما نتمنى بالختام السلام يعم إن شاء الله أرجاء بلدنا الحبيب سوريا، والتحية لرجال الجيش العربي السوري. الله يحميكم يا شباب، أنتوا عزنا وفخرنا ونصرنا. إلى اللقاء. أكيد. شكرا لك نور، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. أكيد نهارك سعيد، ونهار سعيد لكل مشاهدي الإخبارية السورية. لهون حلقتنا خلصت. أكيد يلي ما قدر يحضرنا بيقدر يشوفها بالإعادة الساعة 1 بالليل، أو يتابع مقتطفات من صباحنا غير على صفحة الإخبارية السورية وصباحنا غير. لا تنسوا تراسلونا، تبعتولنا أفكار لحتى تكون ضمن محطاتنا الصباحية اليومية على شاشة الإخبارية من 9 للـ10:15. صفي نقول بختام حديثنا، يا رب هالنهار يكون كلياته خير وبركة والسلام لكم. الابتسامة السحرية هي دائما العلاج لكل المشاكل. خلينا نبتسم، ممكن الأمور تمرق بسهولة أكثر. أكيد بدي وجه كمان بالتحية لحراس وصناع الأمان على الأرض السورية، أبطال الجيش العربي السوري. تبوا بألف خير. باي باي. باي باي.